إذا ماذا لو مر الدور جدد لنفسه في 9 أكتوبر؟ جدد لنفسه الدولة مش دولته، هذه دولة الشعب التونسي، مش على مقاس الأمور هذه، وباش يمشي الصدوق. إما باش تكون انتخابات حرة ونزيهة أو تتوفر على حد أدنى. ما عادش نجموا نحكوا على انتخابات حرة ونزيهة. الانتخابات الحرة ونزيهة لازم تكون الهيئة المشرفة عليها مستقلة بيد الله معنى الكلمة، لازم تكون قوانينها دستورية، لازم تكون فيها رقابة شعبية، هذا كل تقريب شبه معدوم. ولكن الهامش البقاء نتاع 30-40% هذا باش نشوفه، هل هو فعلا هامش يتوفر على قدر من المصداقية ومن النزاهة والاستقلال والاستقلالية في العملية الانتخابية من ستكون مقيفة. هل الباقي لجبهة خلاص والنهضة هامش من نورة من الحركة السياسية؟ هذا السؤال ليس مطروح على النهضة وجبهة خلاص، مطروح على كل الأحزاب السياسية. ولذلك عنوان المعركة الرئيسي لحد الآن الانتخابات أو مطلب الانتخابات الحرة والنزيهة. خلينا نشوف الساعة قائمة المرشحين، هل باش يكون فعلا مرشحين جديين منافسين لقيس سعيد، ولا على طريقة السيسي باش يختار منافسين بتاعه؟ إذا فما هامش متاع اختيار وتعددية، وقت على كل حال حتى كان فما نسبة 30-40% متاع تداول سلمي على السلطة، الشعب يزم يتابع السارق باب الدار، الشعب يزم يفرض على قيس سعيد انتخابات حرة ونزيهة. إما الانتخابات هذه باش تحقق بالحد الأدنى من الشروط المطلوبة، وإلا سيتم رفع الشرعية والمشروعية عن هذه الانتخابات، يصبح قيس سعيد يعني سلطة أمر واقع، يمشي الانتخابات عبارة مبايعة ما عندوش فيها حتى شرعية، وستنسحب ومقاطعة فاعلة مش مجرد بإصدار بيانات اللي احنا مش معنين بالعملية الانتخابية. وقت العملية الانتخابية لا شرعية ولا مشروعية لها، فمام قيس سعيد خياران لا ثالث له، إما باش يمشي الانتخابات تتوفر على شروط التعددية بيتم معنى الكلمة، مش السبعة المنافسين بتاعه توبه جزء منهم هذاك أسقطتهم من البداية هزيتهم للحبوسات، نعم، وجزء معناه أخرين عملت لهم قيود وأثقلت كهلهم بقضايا باش تمنحهم تستبعدهم. طيب ما تبقى هذوما اللي دخلوا غمار المنافسة السياسية، أما باش تسمح لهم يدخلوا في قائمة المنافسين إذا منافسين إذا توفرت شروط، طبعا الشروط المعلومة معناها والمعلنة، نعم. إذا ما فهمش هذا ستتحول العملية الانتخابية إلى مجرد مبايعة لتبرير سلطة الأمر الواقع، باش يستمر قيس سعيد في الحكم ويفرض نفسه الحاكم المطلق بقوة العنف وقوة البلطجة واستخدام الأجهزة واستخدام أدوات الدولة، اللي ماهيش دولة، ماهيش ملكية شخصية لقيس سعيد، هذه دولة الشعب التونسي، دولة مؤسسات. في كلمة قبل أن نختم، يعني على الرغم من صعوبة الوضع، أنتم تعتبروا هذه المحطة الانتخابية فرصة للشعب التونسي حتى يوقف مسار فرصة سعيد؟ إذا كان فعلا كان فيها حد أدنى من التعددية، يعني ما يلزمش احنا نتعلقوا بالفجر الكاذب، نعم، يعني يكون عندنا أوهام نتحدث على انتخابات تتمثل فرصة إذا ما قائمة المنافسين أو معناه العدد الأكبر من المنافسين يتم استبعادهم. إذا فما تعددية وفما منافسين جديين فربما تكون فرصة، وفي ذلك الوقت لازم الشعب التونسي يعني يخرج ويشارك في الصندوق. قيس سعيد الرهان الرئيسي بتاعه أن تتم مقاطعة العملية الانتخابية وتكون نسبة مشاركة محدودة، يعني تقريبا الآن فما ما يشبه الإجماع، كل أغلبية المرشحين إذا ما قلتش كلهم، الكلهم يقولوا يلزم تكون فما انتخابات حرة ونزيهة وعودة المسار الديمقراطي. المفارقة العجيبة حتى بعض الأشخاص اللي كانوا جزء من انقلاب 25 جويلية لان يطالبوا بعودة المسار الديمقراطي كما ممثل حركة الشعب مثلا، نعم. فهذا مطلب عام، مطلب عام لدى كل الأحزاب والقوى والشخصيات، عودة تونس إلى سياق الطبيعي والخروج من حالة الاستثناء اللي تعيشها تونس اليوم. تونس اليوم خارج إطار التاريخ وخارج إطار الجغرافيا، يعني كل المكتسبات اللي بنيناها خلال 10 أو ما يزيد عن 10 سنوات منذ بداية الثورة يتم تدميرها الآن حلقة بعد حلقة من أجل الشهوة الفردية ومن أجل يعني إرواء يعني عطش قيس سعيد للسلطة والبقاء على كرسي الحكم. شكرا جزيلا دكتور رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق ورئيس شبكة الوعي العربي. هكذا نأتي لختام حلقتنا، تواصلوا غدوة إن شاء الله بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. في أمان الله.